هاي اللي بحل صارت. والله الجوارديولا اعطاك الضوء الاخضر يا برشلوني، صفقه الموسم بدون اي منازع. برناردو سيلفا ما عندهم مش للسيتي ولا جوارديولا انه يبيعوه. هلا الخبريه بعدها منتشره على مواقع التواصل الاجتماعي، تخيل يا برشلوني برناردو سيلفا لاعب برشلونه. والله يا برشلونه بدي اقول لك كلمتين فقط، ادارتك اذا بتفهم بتروح ديونج ب 80 مليون وبتجيب برناردو سيلفا لو بتدفع عليه 10 مليون على القليله. انا بقول لك هي من هلا برناردو سيلفا حيكون ناجح اكثر من ديونج الموسم الجاي. يا جماعه يلي ما بيعرف برناردو سيلفا ويلي ما شافه مع السيتي، اقسم بالله راح عليه كثير. هيدا اللاعب طلع افضل لاعب مع السيتي ب 2019، هيدا اللاعب اللي قدامكم هلك ريال مدريد طلع بطل مباراه الذهاب، هيدا اللاعب اللي قدامكم بيلعب تيكي تاكا، بيلعب ناسا جدا مع نادي برشلونه. شافي معجب فيه كثير وبده اياه ببرشلونه. بس تخيلوا معي جافي بيدري برناردو سيلفا بخط الوسط ببرشلونه، يا لطيف الطف والله بنفسه على كل البطولات والله يا زلمه. طلع قدامك لك والله يا عمو ديونج، هيدا اللاعب اللي بناسي الى مع برشلونه، حتى هو كان عاشق برشلونه من ايام الطفوله. انا توقعت من كم يوم انه هيدا اللاعب حيجي على برشلونه وديونج حيروح على اليونايتد، وانا قد التحدي وهيدا اللي حيصير قدامكم. وارجعوا لي ولاد.